علاج عسر التصنع التطوري. كما ذكرت في فيديو سابق بعنوان خلع الورك الولادي عسر التصنع الورك التطوري، يكون التجويف الحقي في عسر التصنع ضحلا بخلاف الحالة الطبيعية. نتيجة لذلك فإن رأس عظم الفخذ لا يتناسب معه بشكل جيد. قد ينزلق رأس الفخذ جزئيا خارج الجوف الحقي ويحدث خلع جزئي، وفي الحالات الشديدة يمكن أن ينخلع رأس الفخذ تماما خارج الحق وقد يبقى مخلوعا. الاكتشاف المبكر أمر مهم للغاية. إذا ترك عسر التصنع دون علاج فإن مفصل الورك يتطور بشكل غير طبيعي، ومن المرجح أن يتطلب تصحيحا جراحيا. يمكن أن يؤهب عسر التصنع لتغيرات تنكسية مبكرة في المفصل وحدوث التهاب مفصل الورك التنكسي المؤلم في المستقبل. لقد تحدثت في الفيديو السابق عن أعراض عسر التصنع وكيف يتم تشخيصه. بمجرد تأكيد تشخيص عدم ثباتية الورك أو خلعه، سيبدأ العلاج بهدف رد رأس الفخذ إلى الجوف الحقي بحيث يتم تحريض الحق على النمو بشكل طبيعي. تقليدياً يتم تقسيم خيارات العلاج وفقاً للفئات العمرية المختلفة ووقت التشخيص. علاج حديثي الولادة حتى عمر 6 أشهر. علاج الأطفال الأصغر من 6 أشهر يكون عادة باستخدام أجهزة التقويم. في يومنا هذا الجهاز الأكثر استخداماً هو جهاز بافليك. يوفر هذا الجهاز في آن واحد ثني وتبعيد مفصل الورك بواسطة أشرطة تربط ببعضها البعض بسهولة نسبياً، حيث أن الأشرطة الأمامية تثني الوركين بمقدار 90 إلى 100 درجة وتمنع البسط، بينما تمنع الأشرطة الخلفية تقريب الوركين. يعتمد العلاج بجهاز بافليك على مفهوم أنه إذا تم الحفاظ على الورك مردوداً في وضع الانسناء والتبعيد الخفيف فسيتم تحفيز التطور الطبيعي للمفصل. يتطلب العلاج بجهاز بافليك وظيفة عضلية طبيعية لتحقيق نتائج ناجحة، لذلك لا يستخدم عند المرضى الذين يعانون من التشنج أو السلسلة المشقوقة وفي حالات خلع الورك المسخي. في البداية يجب أن يبقى الطفل في الجهاز طوال الوقت. بعد حوالي 6 أسابيع ستتمكن من نزعه خلال فترة النهار. سيحتاج الطفل إلى استمرار في ارتداء الحزام ليلا لمدة 6 أسابيع أخرى. الجهاز قابل للتعديل، لذا يمكن أن يتغير مع نمو الطفل. يجب فحص الطفل بشكل متكرر لتقييم ما إذا كان قد تم تطبيق الجهاز بشكل صحيح، عادة مرة واحدة في الأسبوع. من المهم جدا أن تكون وضعية ساقي الطفل في الجهاز صحيحة، لا تحاول ضبط الجهاز بنفسك. سيحتاج الطفل أيضا إلى فحص منتظم بالأمواج فوق الصوتية كل 4 إلى 6 أسابيع لمتابعة تطور مفصل الورك. 90% من مفاصل الورك المخلوعة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر يمكن ردها بنجاح، وبعد ذلك يحدث النمو الطبيعي باستخدام هذا الجهاز. إذا لم يتم تحقيق الرد المركزي لرأس الفخذ خلال أول 2 إلى 3 أسابيع من استخدام الجهاز، يتم التخلي عن هذا العلاج منعاً لحدوث مرض بافليك، ويكون الخيار هو إجراء الرد المغلق والتثبيت بجهاز جبسي. المضاعفات الخاصة بهذا العلاج: النخرة اللاوعائي أو النخرة الجافة، وتشاهد في حالة التبعيد الشديد أكثر من 60 درجة. يمكن منع حدوث هذه المضاعفة بضبط التبعيد ضمن المنطقة الآمنة. المنطقة الآمنة هي مجال التبعيد الذي يحافظ فيه الورك على الاستقرار. يتم حسابها من خلال تحديد أقصى تبعيد غير قصري للورك، ثم يتم تقريب الورك، ويتم تسجيل درجة التبعيد التي يحدث عندها خلع الورك. ثم نأخذ حوالي 10 درجات من كل طرف، مما ينتج عنه منطقة آمنة. من غير المرجح أن تكون المفاصل ذات منطقة الأمان الضيقة أقل من 30 درجة مستقرة. تتمثل إحدى الطرق الشائعة لزيادة المنطقة الآمنة بإجراء خزع أو قطع المقربات. سيؤدي قطع العضلات المقربة من الناحية النظرية إلى زيادة الحد الأقصى للتبعيد غير القسري وزيادة المنطقة الآمنة. شلل العصب الفخذي العابر يظهر مع فرط ثني الورك. مرض بافليك، وهو تآكل الحوض فوق الحق ومنع تطور جداره الخلفي بسبب بقاء الورك مخلوعا بوضعة الاستثناء والتبعيد لفترة طويلة. لذلك من المهم إيقاف العلاج بالجهاز إذا لم يتم رد الورك خلال 3 أسابيع. العلاج بين عمر 6 أشهر وسن المشي. ضمن هذه الفئة العمرية يمكن علاج معظم مرضى عسر تصنع الورك عن طريق الرد المغلق والتثبيت بجهاز جبسي من الحوض إلى القدم، يسمى جهاز سبايكا تحت التحضير العام. يركب السبايكا لتثبيت الورك في وضعية ثني 100 درجة
و45 درجة تبعيد مع دوران محايد لمدة 3 أشهر. يجب تغيير الجهاز الجبسي بعد 6 أسابيع. يجب تجنب التبعيد الشديد لأن التبعيد أكثر من 60 درجة مرتبط بخطر حدوث النخرة الجافة في رأس الفخذ. لذلك يمكننا منع حدوث النخرة عن طريق ضبط التبعيد ضمن المنطقة الآمنة التي أوضحناها سابقا. أثناء العملية قد يكون من الضروري خزع العضلات المقربة للورك عن طريق الجلد إذا كان الطفل يعاني من منطقة أمان غير مستقرة، أي إذا كان التبعيد المفرط مطلوبا للحفاظ على الرد. يتم تأكيد الرد بالتصوير المقطعي CT سكان مع الجبس بمقاطع منتقات لتقليل تعرض الطفل للأشعة. بعد فترة التثبيت في الجهاز الجبسي والتي ستتراوح من 2 إلى 3 أشهر، سينتقل الطفل إلى استخدام جهاز التبعيد لمدة 2 إلى 3 أشهر أخرى. عندما يتعذر تحقيق رد بالمناورات المغلقة يستطب الرد المفتوح. العلاج بعد بلوغ سن المشي. لا ينبغي أن نصل لهذه المرحلة للعلاج، لأن الوضع المثالي هو وضع التشخيص قبل هذا العمر بوقت طويل. بكل الأحوال بالنسبة لبعض الأطفال قد يكون هناك فشل في التشخيص أو فشل في العلاج المبكر. الجراحة ضرورية بإجراء يسمى الرد المفتوح للأطفال الأكبر من 1.5 عام أو إذا لم ينجح الرد المغلق. أثناء الجراحة ستتم إزالة البنى التشريحية المعيقة للرد مثل انكماش عضلة البسواس، انكماش المحفظة، الشفة المقلوب، الوسادة الشحمية، الرباط المدور المتضخم. إجراء خزع العضلات المقربة للورك عن طريق الجلد إذا كان الطفل يعاني من منطقة آمنة غير مستقرة، أي إذا كان التبعيد المفرط مطلوباً للحفاظ على الرد. بالإضافة إلى الحاجة لإجراء قطع عظم الحوض لتحسين تغطية رأس الفخذ مثل خزع ستيل، خزع ديجا، خزع ستالتر، خزع بيمبرتون وأنواع أخرى. سأتحدث في فيديو لاحق عن أنواع قطوع الحوض وكيف نختار القطع الأمثل لمريض عصر تصنع الورك التطوري. بعد عمر 3 سنوات يجب أن يؤخذ في الاعتبار تقصير عظم الفخذ لتمكين رد المفصل، فهو يسهل الرد ويقلل من خطر حدوث النخرة الجافة عن طريق تخفيف التوتر الناتج عن رد الورك المخلوع سابقا. سيتم وضع الطفل في جهاز سبايكا والورك في وضع وظيفي عند 30 درجة سني و30 درجة تبعيد و30 درجة دوران داخلي بعد الجراحة لمدة 3 أشهر. غالباً ما يحتاج الطفل بعد ذلك إلى جبير التبعيد للورك لإتمام عملية الشفاء.